بس ما تكون احترقت كمان. لا لسه ما بظن احترقت. خلص اهدي. اسف اهدي، كنت عم امزح معك، لا تتضايقي مني. مبينه ريحه الاكل كثير طيبه، يبدو انا جوعان من الصبح. ما طيب، انا فيني ساعدك بشي؟ لا. ليش لا؟ خليني ساعدك شوي، يلا هيك بخف الشغل. شو رأيك تخفف الغاز لأنه شكله استوى؟ رح خففه قبل ما تحترق. برافو برافو، لأنه النار بتحرقه. حتى اللون بياخد العقل، شوفي. ايه صار كل شيء جاهز. كيف كانت ليلتك؟ يعني انت نمتي منيح؟ شفتي كوابيس؟ يعني رجعتي شفتي شي كوابيس بعد ما بقيت عندك بالليل؟ لا ما شفت كوابيس. منيح، كثير منيح، هالشي كثير ممتاز. ممتاز. ليك أنا حمصت الخبز. إيه؟ هو كأنه يعني محمص شوي زيادة عن اللزوم، أنا هيك شايف. يعني هو محمص زيادة شوي، بس أنا عملت هي مشانك أنت، وعملت هي مشاني أنا. أنت هيك بتحبي؟ إيه؟ فهمت. أنا بحبه هيك محمص زيادة. خلينا نقعد وناكل. إيه تفضل اقعد. ما بعمل شي، كان بدي ساعدك بالشغل مثلا. إيه؟ مثل ما بدك. أنا رح أجيب البيض، ليكني رح جيبه إن شاء الله ما يكون محروق. ليك البيض جاهز للأكل. تمام. مبين طيب كتير، شكله ظريف كتير، مو؟ مو عارفان كيف بلش، ظريف هذا الشكل عادي، واثقة أنه الطعمة طيبة كتير. لا تهتم للشكل لأنه الطعمة رح تعجبك. أوكي رح دوقه. شو هاد؟ لاعت نفسي. وين قضيتي ليلة مبارح؟ عند جان. عند جان؟ وهلأ أنت وين؟ آسف، طلع لي شغلة بالأكل. عند جان. عند جان؟ وعم تبعتي لي قلوب كمان؟ مشغولة كأنه ما؟ طلعي فيني، طلعي. هي كتير طيبة. خلص هلأ جيهان، رح أحكي لك بعدين. يا الله، كيف هيك؟ أنا لازم أعرف كل يلي صار فورا. ما عاد أقدر كفي الرياضة وأنا بهالفضول. خلاص، يلا جيهان. شو رأيك نطلع؟ بلا ما نتأخر منطلع بكير. ماشي، ايه اكيد. بس انا نسيت موبايلي، ما شحنته وبيكون مطفي هلا، وبيكونوا خايفين علي. بتعرفي انا لازم ضل طمن الكل علي، لهيك ضروري اشحنه. تمام. ولا لك خليهم يفكروا مثل ما بدهم. شو بدي اعمل لهم يعني؟ مثل ما بدك. ايه ليش، شو بده يصير؟ طيب ايه يلا يلا.
ليش ما خلصتي صحنك؟ لسه في الحمد لله شبعت.